يستقبل اليمنيون في مدينة تعز عيد الفطر للعام الثالث على التوالي بمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية، فقد غيبت الحرب وحصار الحوثيين للمدينة فرحة الناس بالعيد وإحياء طقوسه المعتادة. يحل عيد الفطر للعام الثالث على التوالي على تعز، والمدينة ما تزال ترزح تحت وطأة الحرب وحصار الحوثيين. نزيف الدم المستمر والمخاوف الأمنية المتزايدة سرقت فرحة العيد من المدينة وأهلها. كان كل عيد بالفرحة، نحس بالسعادة، نحس تشوف الناس كلهم فرحانين، الناس مبسطين. الآن الناس كلهم ضيقانين مع الوضع، مع شدة الحصار اللي نعاله، يعني هذا العيد الثالث تقريبا ونحن محاصرين. شراء الملابس الجديدة والحلوى وغيرها من الطقوس التي كان الجميع يحرص عليها في هذا الوقت من العام لم يعد يقدر عليها إلا عدد قليل رغم مظاهر الحركة في الشارع. أما غالبية سكان المدينة فيبتلعون غصة في حلوقهم سببها حصار جعل طموحهم يقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم. لا توجد أجواء العيد عندنا بسبب الحصار والأزمة التي يعانيها أبناء تعز، لا يوجد لدينا الفرحة، لا نشعر بأجواء العيد بسبب انقطاع الرواتب وانعدام القوت الضروري. لا تقتصر صعوبة الاحتفال بالعيد في تعز على المخاطر المرتبطة بالقتال والقصف العشوائي للحوثيين، فاستمرار الحصار على المدينة جعلها تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية مثل المياه والنظافة والكهرباء، ناهيك عن غياب الحدائق وأماكن الترفيه. حرب وحصار وتدهور مستمر في الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمات الأساسية، أوضاع صعبة غيبت فرحة الناس هنا في تعز بالعيد وقدرتهم على إحياء طقوسه المعتادة. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، تعز.